مثلثات لغوية، الفرق بين الكلام بفتح الكاف وكسرها وضمها. الكلام بالفتح تعني كلام الناس المعروف، الكلام بكسر الكاف تعني الجراحات واحدتها كلم كيلم، وأما بالضم الكلام بضم الكاف فيقصد بها الأرض الصلبة فيها الحجارة والحصى. قال بشر بن خازم: تطوف بسبسب لا نبت فيها كأن كلامها زبر الحديد. وقد رجز أحدهم المعاني الثلاثة فقال: تيم قلبي بالكلام، وفي الحشى منه كلام، فسرت في أرض كلام لكي أنال مطلبي. ما أروعها وما أجملها من لغة، اللغة العربية.